Good morning, everybody. Today we are talking about exercise on theorems of triangle. يعني ايه theorems of triangle؟ على فكرة أنا كنت عايزة بس أحب أقول لكم حاجة، هي الحاجة دي تبيع عليكم شوية، بس هتاخدوها في بيب 2 اللي هي في فرق بين theorem و theory. theorem with proof، أما theory دي without proof. عشان كده ايه لسه لما نيجي ناخد بايثاغورس ان شاء الله الحصه اللي جايه هناخد اسمها بايثاغورس ثيوم، انما اكليديان ثيوي، والكلام ده هناخدها ايه ان شاء الله في بيب 2. طيب حابه بس الاول قبل ما ابتدي في الاكسرسايز افكركم هنا بالثيوم. ثيوم 1 كانت بتقول ايه؟ ثيوم 2 بتقول ايه؟ ثيوم 3 كانت بتقول ايه؟ ثيوم 1 كانت بتقول لي ان انا عندي تراينجل اهو، تمام؟ احنا طبعا ده جزء الجيومتري كله بيتكلم بالرسم، اوكي؟ كله رسومات، ما اقدرش اتكلم في اي مساله جيومتري الا لازم ابقى انا عارفه الرسمه بتاعتي بتتكلم ازاي. انا عندي دلوقتي التراينجل اسمه اي بي سي، اوكي؟ ثيوم 1 كانت بتقول لي ان الميجر انجل اي بلس الميجر انجل بي بلس الميجر انجل سي اللي احنا بنسميهم انتيريور انجلز، الصم بتاعهم ميجر للانجل اي بلس الميجر للانجل بي بلس الميجر للانجل سي ايكوال 180 ديجري. تعالوا كده نقولها كانت بتقول ايه؟ The sum of interior angles of any triangle equal 180 degree، اوكي؟ طيب ثيوم نمبر 2 كانت بتقول لي ان انا لو كان عندي تراينجل، اوكي؟ انا عندي تراينجل اسمه A B C، اوكي؟ وانا عندي ايه؟ انا عندي ديت ال E من بوينت، اوكي؟ ال E ديت من بوينت، اوكي؟ انا عندي تراينجل اسمه A B C الـ E ميد بوينت واترسم منها ري، والري ده كان ايه؟ بارلل تو بي سي، تمام؟ تمام. طيب قال لي بيبقى ايه؟ بايسكت الايه؟ ذا سيرف سايد، تمام؟ هنا ميد بوينت، يبقى ابطال الصيام دي ان انا عندي ميد بوينت وعندي بارلل، هيبقى عندي بايسكت. ميد بوينت بارلل بايسكت، ده صيام ايه؟ 2. احنا دلوقتي قلنا ثيوم 1 ثيوم 2 ثيوم 3، انا لازم تخلي بالكم ان انا بعمل عمليه ايه؟ واصله، عشان لما نيجي ناخد المساله اللي احنا ناخدها تبقى انتوا فاهمين احنا بنتكلم ازاي. قلنا ثيوم نمبر 2 كانت الكورولاي بتاعتها بتقول لي ان اللاين سيجمنت اللي اسمها اي او، اوكي؟ بارل تو اي بي سي بتكون ايه؟ بتكون عباره لما اللاين سيجمنت جوينينج بتوين تو ميد بوينتس بارل تو ذا سيرف. يبقى لو جالي في الامتحان مثلا او جه اي حد يسالني يقول لك عندك تراينجل وعندك ميد بوينت وعندك ميد بوينت، تقول له ان اللاين سيجمنت جوينينج بتوين تو ميد بوينتس ان تراينجل ايه؟ بارلل تو ذا سيرف. تاني الكورولاي بتاعت ثيوم 2 كورولاي كانت بتقول لي ايه؟ وعايزه كلمه كورولاي يعني ايه؟ ان انا عندي ثيوم في حاجه بتتبنى عليها ميد بوينت ميد بوينت، يبقى اللاين سيجمنت جوينينج بتوين تو ميد بوينتس ايه؟ بتبقى عباره عن ايه؟ بارلل تو ذا ثيرد سايد، اوكي؟ تاني ثيوم نمبر 1 سم اوف انتيريور انجلز اوف تراينجل ايكوال 180 ديجري، واتبنى عليها ان الكورولاي بتاعتها ان الاكستيريور انجل ايكوال سم اوف تو انتيريور نون ادجستمنت. يبقى الميجر بتاعت الـ A B D ايكوال ميجر A بلس ميجر C، بجانب ان ميجر A بلس B بلس C 180. نيجي لثيوم 2 ان انا عندي they drawn from midpoint by to the third bisected a by to the second side bisected a third bisect the third triangle. الكورولاي بتاعتها ان انا عندي midpoint line segment join between points by to the third. جت لي الثيوم 3 ردت على الثيوم 2 قالت لها ايه؟ فاكره line segment اللي joining between two midpoints؟ فكانت ديت اهو التراينجل بتاعي اهوت، فكانت اللاين سيجمنت جوينج بتوين تو ميد بوينتس، تمام؟ ديت او وديت اي، ادي اللاين سيجمنت جوينج بتوين ميد بوينتس. مش احنا قلنا ان هي بارلل؟ دي كانت اخر حته احنا وقفنا عندها هنا. قال لك لا، ده اللينس بتاعتها هاف الثيرد سايد، ان احنا ايه اللينس بتاعتها بتاعت الاي او هاف البي سي، وعرفنا عملنا لها بروف ازاي. طيب انا كنت كل ده بفكركم عشان تحطوها كده قدامكم واحنا بنحل المساله دي. على فكره المساله اللي هقولها دلوقتي دي عباره عن مسالتين في بعض هدمجهم لكم بحيث ان انتم تبقوا عارفين احنا بنشتغلها ازاي. طبعا ده اكسرسايز
اكسرسايز انا هضمه 2 مع 3 بيج 7 انا هضمهم مع بعض في قسمه واحده. اوكي بصوا معايا كده ان انا لو كان عندي اهم حاجه يا ولاد حبايبي الحلوين كلهم يا ريت تركزوا على الحته دي. الحته دي مهمه جدا 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 جدا. اي مساله جيومتري في الدنيا بحالها دي علشان تحلها صح لازم تمشي بالستكس اللي انا اقولها. اول حاجه خالص اول حاجه الرسمه في نص الصفحه. الرسمه بتاعتنا اهي وارسمها زي كوبي بيست. برسمها زي ما هي مرسومه قدامي. وانا برسمها بقراها. يعني ايه؟ يعني اقول له ادي عندي A B C بنفس المنظر اللي انا بقول عليها كده. A B C اوكي؟ عندي ديت دي دي ميد بوينت. يعني ايه دي ميد بوينت؟ يعني اللينس بتاع الـ A دي قد اللينس بتاع الـ D B. تمام؟ طيب انا ده شفت اهو في الرسمه ها الحته الثانيه هتبقى ايه؟ الـ F دي ميد بوينت. اوكي؟ تمام؟ يبقى انا عندي اهو F دي لاين سيجمنت. اوكي؟ تمام عندي اللينس بتاع ده بكام؟ مكتوب عليه 10 سنتيمتر. عندي الاي ديت ايه؟ كمان ميد بوينت. اوكي اي ميد بوينت تمام لو هو رسم لي كمان ان دي اي احنا باكد عليكم تاني يا ولاد لازم ناخد بالنا دروينج لازم نرسم 25% من حل الجيومتري على رسم والرسمه بليز ما تكونش لا في الجنب ولا صغنطوطه لا نص الصفحه كده شكلها يكون واضح انت وانت بتحل انت نفسك هتبقى واثق ان شاء الله حلك هيبقى تمام. تمام احنا دلوقتي عملنا ايه؟ الاف دي عرفنا انها ميد بوينت والدي ميد بوينت والاي ميد بوينت الله ده جميله جدا ده المساله جايه مترتبه تمام وادي 12 سنتيمتر انا بقى معلش هو هنا في المسألة هو بيكتبها بيبقى كاتبها كده المسألة على بعضها لا أنا بقول لك بقى لو سمحت رتبها بطريقة أنت واحد بقى دلوقتي دايس جيومتري عارف إن في الدكتيف بروف اللي إحنا خدناه مع بعض إن عندي حاجة اسمها جيفن وعندي حاجة اسمها ريكواير تو بروف أو ريكواير تو فايند على حسب لو ريكواير تو بروف عشان برضه في ولاد حلوين بيسألوني دايما والسؤال ده برضه بيعجبني سؤال مش تافه بيقولوا لي إمتى نحط أر تي بي وأر تي إف RTB يعني require to prove لو قال لي prove ذات كذا 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 require to find لو قال لي هات لي find the measure or find the length. طيب هو دلوقتي عايز require to prove وعايز require to find في نفس الوقت انا اللي هعملها لك كده في الملعب هجيب لك مسالتين في بعض عشان يبقى انت عندك المسالتين معايا انا هعمل حاجه given وهنا require to prove وهنا require to ايه to find الجيفن اللي عندي انت من الرسمه ممكن تطلعها بس لا انا هقول لك تكتبها ازاي بتسلسل من الكلام اللي مكتوب انت عندك ان الاي بي سي دوت رايت دي اول حاجه تاني حاجه انت عندك ان الدي والاف والاي ار ميد بوينتس تمام في واحد تاني يعني ذكي جدا عمل ايه قال لي الاي اف ايكوال اف سي والاي دي ايكوال دي بي والبي اي ايكوال اي سي هل ده غلط لا مش غلط نفس الكلام برضه تمام؟ طيب عندي كمان ان البي سي ايكوال 12 سنتيمتر والاي سي ايكوال 10 سنتيمتر. ريكواير تو بروف لو انا ما اقول لك ان بروف اوكي ان بروف ذات ان الاف دي اي سي از باراليلوجرام. اوكي؟ انا عايز اثبت ان ده باراليلوجرام. تمام؟ الريكواير تو فايند لما اقول لك فايند اتس بريمتر انا حبيت ان انا ادمج لك مسالتين في بعض هو هنا لما اتكلم في مساله وما اتكلم في مساله لا انا حبيت ان انا ادمج دول مع بعض عشان تشوف الطلب ده هنعمل ايه والطلب ده هنعمل ايه في مساله واحده طيب هنتعامل معاها ازاي كده المساله انت عملت فيها حل بنسبه 50% اللي هتكتبه اللي جاي ده 50% التاني بحيث ان انت تبقى انت كده حالا يعني اقول لك ايه حاجه توب حاجه سوبر انت كده تبقى سوبر مان في الجيومتري تمام احنا كده رسمنا الرسمه بتاعتي كوبي بس بعد كده جربنا الجيفن جربنا ريكواير تو بروف ريكواير تو فايند هنعمل اول حاجه البروف يا ولاد مش كل واحد يكتب بروف بيطلع ايه بيطلع تمام البروف عشان تكتبه لازم تبقى عارف امتى تحط سنس امتى تحط سنس دي وامتى تحط زيرو سنس للحاجه اللي عندي في الجيفن
زي فوق الحاجة اللي اتكتبت عليا من الثيوم اللي احنا واخدينها اهو، شايفين دول من الثيوم دي، عندي حاجة اتكتبت عليها من دول. اوكي طيب، انا عندي في البروف اول حاجة هبتدي بيها اقول له ان انا ايه، سنس ان انا عندي الاف والدي ار ميد بوينتس اوف اي سي اي بي. والله كتبت كلمة سبيكتبلي اوكي، مش وحش، ما كتبتهاش برضه مش وحش. لو كتبتها كلمة سبيكتبلي يعني ايه؟ يعني ايه سبيكتبلي؟ يعني على الترتيب، ان الاف بتاعت الاي سي والدي بتاعت الاي بي. طبعا احنا عارفين من الرسمة خلاص، ما تتعبش نفسك. زي فور، ها دي بقى الولاد الحلوين الشاطرين اللي عارفين بقى الايه الثري ثيومز والتو كورولاي يقولوا لي، وبيبقى عندي تو ميد بوينتس، ماذا نستفيد وماذا نستنتج؟ ديديوس ايه؟ ها زي فور ايه؟ ان انا عندي تو ميد بوينتس، ها زي فور، ها ان الاف دي بتعمل كام حاجه؟ حاجتين اتنين، ها برافو عليكم شاطرين، ان الاف دي ساعتها تبقى ايه؟ ها هتبقى بارل للايه؟ للبي سي، صح الكلام؟ البي سي بس؟ لا، والاف دي ايكوال هاف البي سي. تمام؟ تمام. انا هقول لك بس على حاجه، ان احنا بنيجي كده جنب ديت وبنعمل حاجه اسمها ايه؟ ستار. عشان دي بنحط لها في الذاكره بتاعتنا، هنقول لها تعالي وقت ما احنا عايزينها. تمام؟ تمام. بعد كده هقول له سنس، انا كل ده يا ولاد دايما بقول لكم على حاجه، وانتوا بتعملوا بروف للمساله وانتوا بتعملوا بروف لازم تاخدوا بالكم، حط قدام عينيك كده اهو، انت عايز توصل ليه؟ انت عايز توصل ليه؟ انا عايز اوصل ان ده باراليلوجرام. تمام؟ فبعمل ايه؟ بستفاد من الحاجات دي عشان اوصل لده. سنس ان انا عندي كمان الدي ديت ايه؟ الدي والاي ار ميد بوينتس، ها اوف، كتبت برضو للاي بي والبي سي برضو كلمه سبيكتبلي، كتبتها كتبتها ما كتبتهاش مش مشكله، مش هتضر معاك بشيء. زي فور، ها اترتب عليها ايه؟ ان دي اي ها فاليد لمين؟ للاي سي بس؟ لا، وكمان ايه؟ ان دي اي ايكوال هاف الاي سي. تمام؟ كل الكلام ده منين؟ من كولاي، من ثيوم 2 وثيوم 3 وكولاي، خدوا بالكم من الحته دي. زي فور. تمام؟ دي هتبقى ايه؟ سوري معلش نسيت اقول لكم ان دي هتبقى اسمها ايه؟ دبل ستار. برضه نحطها فين؟ في الذاكره بتاعتي. تمام؟ يبقى انا كده معايا ستار ومعايا دبل ستار. تمام؟ زي فور. فور ستار ودبل ستار. هستفاد منهم ايه؟ طالما ايش تو اوبزيت سايدز ار بارل. تمام؟ دلوقتي الاف دي بارل للسي اف للسي اي، والاي والاي اف والاف سي بارل للدي اي. في ناس تكتبها لي كده وناس تانية تقول لي ايه؟ تقول لي ان الاف دي بارل للاي سي، وعندي الدي اي بارل للاف سي، هل ده غلط؟ لا مش غلط. كتبت دي صح، كتبت دي صح. زي فور، يبقى الفيجر اللي عندي اللي هو ايه؟ زي فور اف دي اي سي اس، ها باراليلوجرام، برافو عليك، ودي اول حته. تمام؟ تمام؟ يبقى انا كده وصلت لايه؟ وصلت لايه؟ للفيرست ريكوايرد، اول مطلوب بتاعي. تمام يا ولاد؟ اوكي؟ تعالوا بقى ايه؟ نكمل مع بعضينا كده. تعالوا كده نكمل مع بعضينا. فروم ستار. اوكي كده احنا ايه؟ وصلنا لايه؟ للفيرست ايه؟ ريكوايرد. كده انا خلصت المساله؟ لا، انا عايزه البريمتر. تمام، طالما انا عايزه البريمتر هقول له بقى فروم ستار. فروم ستار، انت ستار دي كانت بتقول لك ايه؟ ان اف دي ايكوال هاف البي سي، صح ولا لا؟ طب ما انا عشان عندي البي سي دي بكام؟ البي سي دي ب 12، يبقى الاف دي بكام؟ ها؟ الاف دي بكام؟ هاف مالتبلاي 12 هتطلع لي كام؟ 6 سنتيمتر. تمام؟ تمام. وفي نفس الوقت اني فروم
يا ريت تكتبها، يعني ايه ما تحاولش انت تبعد عنها، اللي هي فروم بيربتس اوف باراليلوجرام. يعني ايه فروم بيربتس اوف باراليلوجرام؟ ان ايتش تو اوف ذا سايدز ار بارالل ان ايكوال. اوكي، يعني عندي دول هيكونوا ايكوال، يبقى الاف دي ساعتها ايكوال ايه؟ الاف دي ايكوال الاف سي. ودي معلش مش هنسميها بقى لا ستار ولا دبل ستار، احنا هنسميه ايه؟ انها 1 بس 1 داش، عشان ال 1 دي بتاعت الريكوايرد. اوكي؟ طيب انا عندي دلوقتي خلصنا الكلام ده كله، بقول له بقى فروم دبل ستار. انا عندي ان الاف دي الدي اي ايكوال اوف مين؟ سوري اللينس، سوري انا اسف معلش دي ما نحطش دي حته برضه لازم تاخدوا بالكم منها، انا نسيت اكتبها. لما تكلمنا الاف دي ما نكتبش عليها لاين سيجمنت، تمام؟ عشان ده لينس، تمام؟ ده ايه؟ لينس. واللينس احنا عارفين ان اللاين سيجمنت لازم تبقى هي معروف اللينس بتاعها، يعني مكتوبه كده ايه؟ معايا؟ تبقى ايكوال هاف مين؟ هاف الاف دي هاف مين؟ دي اي، سوري دي اي هتبقى هاف مين؟ الاي سي احنا واخدينها من الدبل ستار زي 4. ها ان دي اي بكام؟ هاف ملتبلاي 10 ايكوال 5 سنتيمتر. اوكي، ودي هنقول عليها برضه فروم بيربتس بتاعت الباريلوجرام، يبقى الاف الدي اي ايكوال اف سي ايكوال 5 سنتيمتر، ودي برضه هتبقى ايكوال كام؟ ايكوال 6 سنتيمتر. عشان بس اقول لكم ان البريمتر بتاع اي، بصوا البريمتر بتاع اي فيجر اي بوليجون البريمتر بتاعه سب اوف سايد لينسز، الكلام ده احنا عارفينه من جريد 3. البريمتر بتاعت اي فيجر سب اوف اتس سايد لينس، بس طبعا احنا كبرنا شويه وعرفنا ان احنا واخدين الباريلوجرام ده فين؟ في جريد 5. طيب كان البريمتر بتاعه عباره عن ال 2 سم اوف 2 سايدز اوف 2، عشان برضه يبقى كلامنا صح، adjacent سايد adjacent سايدز multiply 2. يعني ايه sum of two adjacent sides؟ يعني ناخد two sides جنب بعض، هناخد ال FD plus ال DE. طب واحد تاني خد ال EC plus ال CF، ماشي، المهم يكونوا ايه؟ adjacent، المهم يكونوا adjacent. اه ده مع ده، دول مع بعض ايه؟ adjacent، تمام؟ دول مع بعض adjacent، انما دول اسمهم ايه؟ opposite. دي اف دي اوبوزيت للسي اي، انما ادجسنت اللي هي دي اي ادجسنت مين؟ الاف سي، الدي اي ادجسنت للسي اي، دول ادجسنت انما دول اوبوزيت. اوكي؟ اوبوزيت يعني جنب بعض، ادجسنت اللي هم جنب بعض، عشان تبقى برضه انتوا عارفينها. ملتبلاي مين؟ 2. الاف دي قلنا بكام؟ ادي 5 بلس 6 ملتبلاي 2 يبقى 11 باي 2 ايكوال 22 سنتيمتر. وبكده يا ولاد اكون نهينا على مين؟ على البارت بتاع مين؟ التراينجل. We finished the part of triangle theorem 1 theorem 2 theorem 3. دخلت على شكل حلقات مع بعضهم وخدنا الاكسرسايز بتاعهم، تمام؟ وعرفنا ازاي بنحل مسألة جيومتري، اي مسألة جيومتري تحلل لكم بالمنظر ده. اول حاجة عندنا الرسمة والجبن required to move او required to find الجروف بتاعي، تمام؟ وبيمر بالمراحل اللي احنا عملناها دي. لما بتعمل ستار او دبل ستار ما فيهاش اي حاجه، ولما تعمل 1 وهنا على فكره بتاعت نمبر 2 اللي هي 2 داش دي هي دي 2 داش بتاعتي، تمام؟ وبكده هتكون انا ايه؟ حلينا مساله مع بعض. دي على فكره دول مسالتين في بعض عشان تبقوا واخدين بالكم ازاي. اوكي؟ ربنا يوفقكم يا رب. الحلقه الجايه ان شاء الله هنتكلم عن بايثاغورس ثيوم لانها برضه بتعتمد على الفرق. اوكي؟